ايوا صحيح دول الخو غانو معكم فيديو نيميرو 2. احنا نضلكم على الملتقى مع الكاميرون، ني غوتروفاي افيك لو كاميرون. نعم مي سيت فاسي هاد الخطره يا خو راح نقابلو الكاميرون، المنتخب تاع الكاميرون في فئه اقل 23 سنه. تفاو على الفريق الوطني تاعنا اللي اقل 23 سنه اللي شارك مؤخرا في دورة في فرنسا، غافيلي هذوك هما اللي رايحين يقابلوا الكاميرون في شهر اوت، ما بين 9 اوت و 18 اوت في الالعاب الاسلاميه لي جوز اسلاميك 2022. راح يجريو في تركيا في كونيا، لي جو اسلاميك 2022 ا كونيا ان تركي entre le 9 et le 18 اوت. وعم نطيحوا في المجموعة، نطيحوا في المجموعة مع الكاميرون إن شاء الله. برك الإيفنت روا تاعنا يسقيونا بين بيل ريفونش، هذا هو الشيء اللي نتمناوه. نذكركم باللي الإيفنت خوا هادوما داروا نتائج صراحة ما كناش فرحانين بها بالبزاف. نذكركم باللي كلاسينا سانكيام الله أعلم. في المجموعة كنا مع واش يسميوها لا كولومبي، خسرنا مع لا كولومبي 2-1. اليابان لو جابون خسرنا مع الجابون 1-0، وربحنا ماتش مع لي زيل كومور 2-0، وما تأهلناش لدور الربع النهائي. وفي الماتش دو كلاسمون طحنا مع الاندونيزي، تعادلنا ان بي بارتو وربحناهم باغ لي بيناتي. دونك دي جوار اللي صراحة خرجوا منهم ربعة ولا خمسة الله يبارك، تري بون جوار. منهم لي لاتيرو غوش تاع سي ار بي عزي لاتيرال غوش، خاصة شمس الدين بقوش اللي هاد العام يطلع سينيور مع سي ار بي، ولكن كانوا داعبين ملاح بالبزاف بانوا لي، كيما سيريل خطير هذاك عجب لي بالبزاف. و دي جوار كي اون ديسو كيما بولبينا. اما لو ميور جوار دو ليكيب اللي عجب ليه هو اسلام بالخير تاع سي ار بي. حنا نتمناو هاد ليكيب هادي يعزوها بلاعبين احسن من هادو، ماشي كاع يزيدو لها بعد اربعة ولا خمسة باش يرفدو لها المستوى. اذا لي بوهن لي ايفان 3 مع الحارس بوهندي مع محمد امين مدرع ناعم العيدوني، لي جوار يلعبوا في اون اوروب، جواكيم كادا يويلاس بلاش، هادو اللي يلعبوا اون اوروب. و تاوعنا وكاميلني قال لي يلعب في النغلي، يلعب في البيبا تاوعنا، كيما ويونس قرموش يلعب مونبيلي، وتاوعنا كيما بكرار في الصيف، ولا كيما انيس حاج موسى، كيما تطراوي بوراس اكسيتيرا. إذن المجموعة تاع الفريق الوطني تاعنا أقل 23 فيها الكاميرون، السنغال، إلى تركي. هاد لي جو إسلاميك كما هو اسمهم لي جو، حاب يقول هاد ماشي تورنوا تاع فوتبال، ولكن لي جو معناتها فيها عدة ديسيبلين. هاد لي جو إسلاميك فيها 11 ديسيبلين، ومنها لو فوتبول. Ou le football, le tournoi du football Hadaya fait deux poules. Fait la poule A, qui fait Algérie, Sénégal, Cameroun, Turquie. Et poule B, fait Maroc, Iran, l'Arabie Saoudite, Azerbaïdjan. Donc les deux premiers se qualifient en demi-finale. Contre les premiers, la poule A, donc poule B. La prochaine édition, les Jeux islamiques, les Jeux islamiques à Douma, c'est tous les trois ans. راح تكون في 2025 في الكاميرون، سيسخا لا سيزيام إيديسيون. لا بروميييغ إيديسيون تخلقت في 1985، تخلقت في الرياض في السعودية، وأول إيديسيون كانت في 2005 في السعودية. دونك فوالا، حبيت ندير الفيديو باش نقولكم بلي عندنا أون أوكازيون ناخدو لا ريفونش سبورتيف تاعنا كونتر الكاميرون في الجيوز الإسلامي entre le 9 et le 18 août. Donc nous voulons, Inch'Allah.